في مصر الموت بقى خبر يومي، لدرجة ان بعض الناس ما عادش بتلتفت لكثرة هذه الاخبار. خبر انتحار، خبر قتل داخل اطار القانون او خارج اطار القانون، خبر موت داخل المعتقلات والسجون بسبب البرد او بسبب سوء الرعاية. اخيرا الاخبار اللي بقت متكررة وشبه يومية هو خبر الموت تحت عجلات القطار. لكن الجديد في هذه المرة هو خبر وفاة سيدة خمسينية العمر، عمرها 50 سنة، في فاقوس بالشرقية تحت عجلات قطار مصري. لكن الغريب هو وقوف سائق هذا القطار في اللحظة اللي الست موجودة فيها تحت عجلات القطر، والناس بتصوت وبتحاول تخرجها، وراجل واقف بيولع سيجارة في منتهى اللامبالاة، ولا وكأن مفيش حد ميت وكأنه ما قتلش حد. شوفوا كده الفيديو اللي بيتم نشره بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي. بص يا جماعه ده السواق بيقول لي تحت القطر الناس عليها مش عايز ينزل ومولع سيجار. بص يا جماعه ده السواق بيقول لي تحت القطر الناس عليها مش عايز ينزل ومولع سيجار. يعني بعيدا عن ان الست كانت غلطانه او مش غلطانه، او حتى بعيدا عن ان الراجل بيأدي عمله وان الست هي اللي عدت من المزلقان كما قالت وزاره النقل، لكن الغريب هو الحاله اللي بيتعامل بيها او اللي اتعامل بيها السواق. يا اخي حتى من باب الانسانيه، من باب الدين، من بوازع الاخلاق، لما تبقى قاتل حد حتى لو الحد ده هو اللي غلطان تبدي القليل من التعاطف، مش تقف تولع سيجارة والناس بتحاول تخرج الست من تحت العجل والناس بتحاول تلم جثة الست من تحت عجل القطر. تفاعل آلاف المصريين مع هذا الفيديو اللي سبب غضب الناس بطبيعة الحال. منهم محمد بيقول 50 عاما من الشقاء والبؤس كللت بالدهس تحت عجلات القطار، إنها مصر. ووتر بيقول مصر أرخص حاجة فيها روح الإنسان، وبتستغربوا ليه الناس بتموت في الهجرة غير الشرعية في البحر. محمد فضل بيقول مفيش فلوس غير لبناء الفلل والقصور وتجديد معابد قرايبك اليهود اللي عددهم في مصر 6 أفراد. هكذا تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا الفيديو الأكثر انتشارا ومشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات اللي فاتت، اللي بيظهر فيه سائق قطار وهو بيشرب سيجارة في الوقت اللي داس فيه سيدة أدى إلى وفاتها في فاقوس بالشرقية. كده مشاهدين.